التغذية حنا كنعرفوا ان مدة بعد صيام يوم كامل كيجي الساعة ديال الفطور، واحد سورتو كيكون فيه العطش، اول حاجة كيكون نسبة السكر ناقص في الدم، دونك اول حاجة كياخد السوائل، كياخد السكريات باش يحس براسو. بالنسبة مع الحامل، لان ملي كتاخد هذوك السوائل بكثرة في الاول كتسقم، ما كتقدش تاكل من بعد. انا بالنسبة مع الحامل شنو كنصحها؟ كنصحها باش تفاق الصيام بواحد التمرة او واحد كاس الحليب او واحد لاصو خفيفة ديال الخضرة في الاول، وما تاكلش بزاف، لان خاصه، لان المهم عندنا هي ان هذوك المحتاجيات ديالها واللي كيحتاج البيبي ديالها كله خاصه في هذه الفتره ديال بين الفطور والسحور خاصه تجيبها وتاكلها. دونك اول حاجه كنقول لها نتفاق الصيام، خاصها ترتاح واحد شويه، يمكن لها تحايد، يمكن لها تمشي تصلي وهذا، ومن بعد عاد تاكل. ملي تاكل تاخذ هذيك الوجبه الغذائيه اللي كنديروها حنايا في سير الايام في الساعه ديال الغداء، يعني هذيك الوجبه اللي كتحتوي على خضر، تاخذ لي بروتيين يعني كالدجاج، اللحم او الحوت، وتاخذ الفواكه تكثر منهم. هادو اللي كيخليوها ان المخزون ديالها اليومي من البروتيين ومن لي فيتامين اللي هما مهمين للصحه ديالها ومن الصحه ديال الجنين ديالها، كيكونوا كافيين باش ما كتحسش بهذيك حاله العياء ولا الارتخاء خلال اليوم. ثاني حاجة كنصحوها باش ما تكترش من السكريات، من الدهون، لان ملي كتاخذ وجبات غنية بالدهون والسكريات كيأثر على الهضم ديالها، ودونك ما كتقدش تزيد تاكل بالكيفية اللي خصها تاخذ بها الوجبات ديالها، وكيقدر يمنع عليها انها ما تاخذش الوجبات اللي خصها تاخذ الكيفية العدد اللي خصها تاخذ، لان كيوقع، لان حنا كنعرفوا ان المرأة الحامل خاصه في الشهور اللي كتكون فوق الخمسه شهور كيكون عندها مشكل في المعده ديالها نتيجه لان البيبي كيكون كيتكي عليها، اي دونك كيشكل واحد صعوبه في الهضم. هذاك الشيء علاش حنا كنصحوها بانها في الاختيارات ديالها في الوجبات ديالها انها تاخذ الوجبات اللي ما كتكونش غنيه بالدهون. وهنا دائما كنصح انا النساء المتتبعين عندي انهم باش ياخذوا مثلا ياخذوا الاكل على فابور، يعني مبخر، ويكثروا من الحاجه اللي مشويه او الحاجه اللي في الفرن، لان مهمه الصحه ديال ديال ديالها والبيبي ديالها. ثاني حاجه اللي كنصحوا بها هو ان، لان حنا كنقولوا التاثيرات اللي كتخلي بعض المرات ان في غالب الاحيان ان الحامل توقف الصيام ديالها، هو النشوف ديال الجسم ديالها والتاثير ديالها على الماء التسقيه ديال البيبي. لهذا كنصحوها دائما باش تاخذ القدر الكافي ديال السوائل، اللي هو على الاقل واحد جوج لتر ونص ديال السوائل. ملي كنقول السوائل ماشي لابد الماء العصير، انا دائما كنصحو كنقول لهم خذوا دي تيتان او لا الصبات ديال الخضره ويكونوا خفافين باش كيمكن لها تاخذ سوائل بلا ما تلجا الماء، لان كاين بزاف الناس ما كيقدوش يشربوا ما كيقدوش على النسمة المذاق ديال الماء وملي كيكونوا حاملين. ثالث حاجه هو انها بالنسبه للسحور، بزاف المرات كتقول لي مرحة حامل كتجي كنعيا كنسخاف هذا، مي كنسولها صحتي كتقول لي لا ما تصحاتش، يعني كنقول لك كيكون الجواب ديالي النهار اللي ما تصحاش هذاك النهار ما تصومش، لان السحور كل ما كان متاخر كل ما كان غني بالفوائد بروتينات بالسكريات كل ما كان مهم، كل ما هو مزيان ومهم بالنسبه للمراه خاصه الحامل اللي كتصوم. لان ملي ما كتصومش دونك اول حاجه كتجي هذاك هبوط ديال السكر في الدم، واللي كيخلي لها انها كتحس بهذاك. وكنعرفوا اننا حنايا هبوط السكر في الدم بعض المرات كيقدر يكون خطير على الجنين ديالها، اللي يقدر يؤدي حتى التوقف ديال الدقات ديال القلب. لهذا السحور هي وجبه لابد منها، واللي ما كتصحاش ما خصهاش تصوم هذاك النهار. بالنسبه لوجبه السحور خص المراه لابد ما تاخذ لي بروتيين، يعني كبحال البيض كبحال الفرماج،
ثاني حاجه خصها لابد ما تاخذ لي الفواكه، كسواء الفواكه الجافه او لا الفواكه سلطه فروي او لا هذا، ولابد ما تاخذ الماء لانه هو مهم بالنسبه لنا. اذا لاحترمت السيده هاد المراه الحامل هاد النصائح وهاد الطريقه ديال التغذيه، وخذت السوائل اللي خصها، القدر الكافي اللي خصها يكون عندها، دونك عاده كدوز النهار ديالها مرتاحه، وما كيكونش واحد المشكل ديال هبوط ديال السكر في الدم اللي يقدر ياثر على صحه الجنين ديالها. كنتمنى ان جميع النساء الحوامل تبعوا هذه الارشادات باش ما يطيحوش في مشاكل في عند الصيام في هذا الشهر المبارك، والشهر المبارك سعيد.